ديما مع بعضنا 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 ديما مع بعضنا. صباح الخير، رمضانكم مبروك. أنا هادية بالحاج يوسف من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر. عسلامة ومرحبا بكم على شان يوتيوب نتاعنا ديما مع بعضنا. أنا بسمة سوسي من جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوات وذوي الإعاقة البصرية. أنا بدي عندي إعاقة بصرية وعندي برشا مشاكل في النفاذ للمعلومة. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر هو منظمة غير حكومية إقليمية مقرها تونس، تعمل على أن تتمتع كل النساء في كل البلدان العربية بحقوقهن. وكيف نقول نساء نعني كل النساء بما فيهن النساء حاملات الإعاقة. بمبادرة من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، فكرنا في أنه نحاولوا نقربوا المعلومة للأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية وخاصة النساء. هذيك علاش باش نحاولوا نقترحوا في القناة هذه فقرات متنوعة تجمع ما بين المتعة والإفادة. في ديما لاباس تلقاو المعلومة المتعلقة بالصحة النفسية والجسدية. في معلومة لايت تكون عندكم معلومات متنوعة، أستوس، غسات وبرشا باش يكون في ظل المقترحات اللي باش تقدموها لنا. أعرف حقك، ميني تيك. ديما لاباس. الكلكم تعرفوا اللي الحجر الصحي تعمل على خاطر الوسيلة الوحيدة اللي منع انتشار وباء الكورونا، عافانا وعافاكم الله. ولكن للأسف هالحجر هذا اللي خلى الناس تشد ديارها وما تغادرهاش، بما فيهم الطب اللي عندهم عيادات خاصة، كيف ما مثلا دونتيست، كيف ما طب الجلدة، كيف ما المختصين في أمراض النساء والتوليد وغيرهم. فقط بعض الأطباء اللي قاعدوا يحلوا واللي هما الجينيراليست واللي ما لقاوهمش محلولين في البلايس الكل. وزيد حتى المشي للسبيطارات ولا صعيب برشا، وبالتالي الناس اللي عندها أمراض مزمنة أو قد تتعرض لوعكات صحية ما يلقاوش ما يعملوا. ولكن بالطبيعة احنا ديما مع بعضنا، وهذاك علاش برشا طب متطوعين حطوا على ذمة اللي يحتاج أرقام تليفوناتهم. الأرقام هذه ممكن أنه نتصلوا من خلالها حتى نشوفوا ولا نطلبوا منهم استشارة طبية بعلاقة بوعكة صحية أو مرض معين أو ألم قد يصيب البعض منا. وهذاك علاش خممنا باش نعطيكم هالأرقام هذه وأسماء الأطباء هذوما، وإن شاء الله ما تكونش فما داعي وحاجة باش أنكم تطلبوهم. من بين الأطباء الأجلاء هذوما المتطوعين والطبيبات المتطوعات اللي خلاو أرقامهم على ذمتنا واللي خلاو أنفسهم على استعداد أنهم يقدمونا أي معلومة تفيدنا وتكون تفي بالغرض فيما يتعلق بصحتنا. الاسم الأول الدكتورة صفية بوزيد، نمرو التليفون 97-604-931، عمر الغربي 50-661-838، راشد حمزاوي 98-453-060، سوسن بن عجمية 92-812-770، جلال بن يوسف 20-441-044، إيمان كتاري 26-027-294، هاجر زخامة 22-879-399، هادية ميساوي 29-369-040، وفاء شعبان 99-680
962 شرفي بن حسن، 50 271 716 سلمى قلسي، 27 488 039. وهكا ما بقالي كان نقول لكم ربي بعد علينا وعليكم كل المرض، وما تنساوش باش نجتازوا الكورونا هذه وما نتعداوش، انه نغسلوا ايدينا اكثر من مره في النهار بالماء والصابون، نحافظوا على المسافه التباعد بيننا وبين الاشخاص الاخرين على الاقل متر الى متر ونص، انه نغسلوا كل الاشياء اللي جينا من برا، وخاصه نشدوا ديارنا. معلومه لايت. مرحبا بكم في معلومة لايت. رمضانكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. في معلومة لايت حتى لي غوسيت لايت، هذاك علاش ماذا بينا نعملوهم الناس الكل مع بعضنا كيف كيف، نساء ولا رجال، نحطوا يدينا ونعملوا دي غوسيت هبال. شكون منا ما عندوش مشكلة تلويح الخبز في رمضان؟ هذاك علاش أستيس اليوم حبيناها تكون متعلقة بالجانب هذا. غسات اليوم هي بيتزا بالخبز البيت. عنا برشا مشاكل وقت اللي نطيبوا البات نتاع البيتزا، ساعات تتحرق. دونك اليوم اللي باش نعملوه هو بيتزا بالخبز البيت. نطيبوا صوص نتاع البيتزا من الاول، نقصوا طماطم وبصل، وفما حتى رنديلات فلفل اللي يحب، شويه ملح وفلفل اكحل وفنجان زيت. نحطوهم الكلهم في الطنجره، نسكروا عليهم ونخليهم على نار هاديه مده 10 دقائق. انترتان ناخذوا الخبز نقصوه جرار صباع ولا اكثر شويه، انت وقداش تحب الكبر نتاع البات نتاعك الخشن نتاعها. بعد ما نقصوه ندهنوا البلاتو نتاعنا بالزيت بالقدا باش ما يلصقش، ونغطسوا في الحليب ونصفوا بالكعبة بالكعبة بجنب بعضهم. نبداو كيما نقولوا من الطبق من اليمين بجنبه تحته تحته لين ما نصلوا لاخر الطبق، ومن بعد نطلعوا لفوق ونرجعوا مرة أخرى لين ما يكمل الطبق الكل مليان بالخبز اللي منفخ في الحليب نتاعنا. بعد ما صففنا كل الخبز نتاعنا الكل، ناخذوا توا الصوص نحطوا بالمغيرفه بالمغيرفه فوق الخبز اللي عندنا الكل، لوين ما نكملوا لي ترانش نتاع الخبز اللي موجودين في الطبق نتاعنا الكل. نجموا نزيدوا زيتونه كرونديلات اللي بلاش قلوب وشويه تون، ولو اني انا شخصيا ديما نحط السردينه، لاني السردينه غنيه برشا بالاوميغا 3 ونافعه برشا للناس اللي عندهم الشيح في العينين وللناس زادة اللي عندهم الالتهاب في الشبكيه. ندخلوا البلاتو نتاعنا في الفور سخانه متوسطه لمده 10 دقائق، لانه تقريبا المكونات كلها طايبه. الوقت اللي يقعد يطيب فيه البيتزا هذية نطيبوا كعبتين عظم ونقصوهم. وقت اللي تحضر البيتزا نجمو نزيدو نرشو عليها شوية فخوماج ونحطو لها العظم المقصوص، لأنه كان نحطوه من قبل يتحرق لنا في التطيب، وبالطريقة هذيك نضمنو أنه حتى وقت اللي ما نشوفوش نجمو نعملو الروسيت هذية. وانا جربتها شخصيا، نجمو تعملوها وعينيكم مغمضة، صحة وبالشفاء. الغسيت الثانية اللي اخترناها لليوم هي سلطة جاردينيير، اللي تكون متكونة من مكعبات متاع الكاروت والبطاطا والجلبانة والبيتراف. برشا مرات وقت اللي نطيبوها وإحنا مراوش وحتى الناس اللي تشوف تنجم تتخلط الألوان مع بعضها وما تخرجش السلطة مزيانة. دونك لاستيس متاع اليوم هي أنه باش نقصوا المكونات هذوما الكل ونحطوهم كل واحدة في الألومنيوم ونسكروهم كما السرة، ونحطوا الماء يغلي من اللوطة، نحطوا عليه الكسكاس، نرصفوا فيه خليني نقول السرور متاعنا، سر البطاطا والكاروت والبتخاف والجلبانة، ومن اللوطة نجمو نحطوا كعبتين عظم يتيبو. الباهي في الطريقة هذه أنه حتى كان عندك شكون في الدار ما يحبش يأكل ولا ما تحبش تأكل الكاروت وإلا جلبانة كما عندي أنا،
تنجموا تنقصوا بعض المكونات، وزادة تنجم انتي حتى وانتي ماكش تشوف تتحكم في السلايطة وتزينها كما تحب. كلهم مخلطين مع بعضهم، وإلا كل حاجة وحدها. تنجم تبدأ مثلا كما نقولوا بنوع وتدور عليه النوع الثاني والنوع الآخر والنوع الآخر، وبالطريقة دي تنجم تقدم السلطة نتاعك بألوانها الكل، بوغدو على أخضر على أصفر على أورانجي، حتى وإحنا مناش نشوفه. بالنسبة للفينيغريت نجم نخلطوا شوية مايونيز وزيت وقارس وملح وفلفل الأكحل، نركضوهم بالقدي بالقدي، نصبوهم فوق السلايطة هذيكا، وكلا كعبات عظم هذوكم نزينوا بيهم، وكما العادة تن وإلا سردينة باش نزيدوا نحفلوها. وساعات راني نتعمد أني ما نعطيش الملح، لأنه برشا من صديقاتنا أصدقائنا اللي عندهم إعاقة بصرية بحكم أمراض أخرى ينجموا يكونوا ما يكلوش بالملح، دونك انتم تتصرفوا كما تحبوا. وش هي طيبة؟ أعرف حقك. في مجلة ديما مع بعضنا باش تكون هناك كذلك فقرة قارة اسمها أعرف حقك. الفقرة هذه باش تقدم لكم معلومات عن القوانين اللي تهم حياتنا اليومية، القوانين اللي تحمينا واللي تمكننا من حقوقنا كمواطنين ومواطنات. كذلك في الفقرة هذه باش نحاولوا أن نقدم لكم معلومات عن المؤسسات والمنظمات اللي ممكن تساعدكم وممكن تقدم لكم خدمات اللي تسهل لكم حياتكم في العديد من المجالات. اليوم مثلا باش نتطرقوا الى موضوع العنف ضد النساء. كنا نعرفوا اللي في فتره الحجر الصحي وللاسف عدد النساء اللي تعرضوا للعنف الزوجي او العنف الاسري تزاد وتضاعف، وصل اكثر من 6 مرات. وزاره المراه تقول اللي في كل حوالي 40 دقيقه تتعرض امراه الى العنف. هذا ما خلى انه تكون فما مبادره اسمها ماكش وحدك. المبادره هذه انطلقت يعني في فتره الحجر الصحي، شاركت فيها وزاره المراه مع مجموعه من منظمات المجتمع المدني اللي تقدم خدمات للنساء ضحايا العنف الزوجي. وبما أنه المعلومات هذه ما توصلش إلى ذوات الإعاقة البصرية بالطريقة اللي تخليهم ممكن ينتفعوا من الخدمات هذه، احنا باش نحاولوا من خلال أعرف حقك اليوم أنه نعطيكم كل الأرقام اللي تصلح لكم وكل المعلومات. إذا كان تعرفوا حد من النساء ذوات الإعاقة يتعرضوا للعنف يمكن تتصلوا بها، أو النساء نفسهم اللي يسمعوا فينا ممكن إذا كان يتعرضوا إلى العنف يتوجهوا لهذه المؤسسات اللي ممكن تقدم لهم شتى الخدمات. وضعت وزارة المرأة على ذمة النساء خط مجاني يخدم 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، واللي هو 18 99 18 99. ولتخفيف الضغط على الخط هذا ساهمت العديد من الجمعيات في أنها تحط على ذمة النساء المعنفات أيضا أرقام هاتف للاتصال حتى يقدموا لهم يا إما المشورة القانونية أو المساعدة النفسية أو التوجيه إلى مراكز إيواء. والآن باش نعطيكم أرقام تليفونات وأسماء الجمعيات اللي تقدم خدمات الاستماع والتوجيه والإرشاد. في القصرين جمعية تيجار، رقم الهاتف 97 561 600. رقم ثاني 98 263 363. تونس، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أفتورد، تليفونها 56 162 727. في تونس أيضا الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمعروفة باللا تي اف دي وضعت على ذمتكم رقم 27 336 688. صفاقس لا تي اف دي أيضا وضعت على ذمتكم رقم 28 175 950.
في قفصة جمعية التنمية وضعت العديد من الخطوط، منها خط الاستماع والتوجيه 46-507-714، خط آخر يقدم الإرشاد القانوني 46-507-001، وباقي في قفصة ومع نفس جمعية فما خط آخر يقدم الإحاطة النفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف 46-507-715. أما في سوسة وضعت اللاتيف دي كذلك رقم للإحاطة بالنساء المعنفات 23-895-588. أما في دوس جمعية التضامن للتنمية والتواصل وضعت خط على ذمة النساء ضحايا العنف في منطقة دوس 97-087-900. في ولاية مدنين وتطاوين وقابس فجمعية تي دار وضعت 3 خطوط على ذمة النساء الناجيات من العنف، الرقم الأول 96-164-117، الرقم الثاني 96-164-118، والرقم الثالث 96-164-177. أما القيروان فنجد أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لونفتي حط على ذمة النساء الخط التالي 53-401-276. كذلك مركز أروى القيروانية رقم هاتفه 53-412-003. وكذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لاتيف دي حتى على الذمة خط التالي 24-299-707. اللي حاب نقوله لكم أنه ما فما حتى شيء يبرر للعنف، وأنه العنف ما يلزمش نسكتوا عليه وما يلزمش نتقبلوه، وهذاك علاش المجتمع المدني قاعد يحط في جهود متكاثفة، يحط في خطوط للاستماع لتقديم المشورة، لتقديم الخدمات المناسبة في الوقت المناسب. فبالتالي أنا ننصحكم أنكم ما توخروش التالي وما تخموش مرتين، حاولوا أنكم تاخذوا حقوقكم، وكيف ما قلنا احنا ديما مع بعضنا. إذا كان عندكم أي قصة أو تحبوا معناها تحكيوا معنا، احنا كذلك نحطوا على ذمتكم خط على الواتساب نعطيه لكم تسجلونا فيه، وممكن بعد احنا نرجع لكم. الحاجة الثانية اللي نحب زادة نذكرها انه الخطوط هذه الكل مجانية، حتى لو كان انت مثلا تطلب ما نجمتش توصل فكرتك كما يجب، يرجعوا لخيات يعودوا يطلبوكم ويتصلوا بكم ويتواصلوا معكم لإيجاد الحلول للمشاكل اللي انتوما تتعرضوا لها. فبالتالي كما قلنا اعرف حقك واستعملوا. أمنت لكم الحلقة هذه هادية بالحاج يوسف من مركز المرأة العربية، وإن شاء الله في المرات الجاية نتطرقوا إلى مواضيع أخرى ونقدم لكم معلومات عن القوانين وعن المؤسسات اللي من خلالها توصلوا لحقوقكم. وسهلا بكم، مرحبا بالجميع، ان شاء الله رمضانكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. انتم في الاستماع لفقره ميني تيك. الفقره هذه امرها لكم محدثكم حاتم العكرمي. في الفقره هذه باش نحاولوا نمشيوا مع بعضنا في مسار تسلسلي، يعني حلقات مترابطه، باش نوصلوا فيهم الهدف عام نهائي اللي هو الناس كل تولي عندها اكسي للتكنولوجيا. اذا كان انت حابب تكونكتي كما تشوف العباد تكونكتي، وحاب تدخل على اليوتيوب وحاب تدخل على الفيسبوك وكذا وما عرفتش كيفاش ولا ما عرفتش حتى منين تبدا، هذه الفقره باش ترافقك باذن الله خطوه بخطوه حتى نصل الى الخطوات النهائيه ان شاء الله.
تنسوش تعطونا تفاعلاتكم، ما تنسوش تعطونا ملاحظاتكم تساؤلاتكم على رابط مجموعة الواتساب اللي باش نخليها لكم في علبة الوصف، باش تحاولوا تأثوا معنا البرنامج هذايا، وباش نحاولوا زادة نجاوبوكم ونسهلوا عليكم. دونك نبدأ في الحلقة الأولى واللي هي مستلزمات هاتف الأندرويد اللي لازم نشريه ككفيف أو كفيفة. إن فوا في البوتيك مكش مجبرة باش تشري ولا مكش مجبر باش تشري تليفون بخمسمية ولا بمليون ولا بمليون ونص. فما تليفونات بمية دينار جديدة باكو تاخو من البوتيك طول بمية دينار وقادر باش يخليك تكونكتي وتستعمل لي ريزو سوسيو. أوموا في التليفونات لازم تتوفر حاجات بسيطة اللي هي بروسيسور ديال كور أوموا يكون 1.5 جيجا زيدا 1 جيجا هرتز ينجم يكفي. الميموار 512 ستوكاج 4 جيجا سي اسي سوفيزانت معناها تكفيني لقضاء الحاجة فقط، مش اسي سوفيزانت يعني نقصد بها راهو باش تعمل بها كل شيء، لا تكفينا لقضاء الحاجة. وفي الكاركتيرستيك هذية اللي كنت نحكي فيها انا تو فما الايفرتيك ام دي سلايت بسعر 103000 فيه 1 جيجا دو رام فيه 8 جيجا دو ستوكاج فيه ان بروسيسور ديال كور 1.2 جيجا هرتز. يعني شفتو كيفاش 100 دينار تنجم تجيب لك تليفون اللي كاركتيرستيك نتاعو اقوى برشا من اللي كنت نحكي فيهم انا توا. اذا كان انت مشيت للبوتيك وبدون اطاله لونه حاصل تسالوا على الميموار والستوكاج والبروسيسور. الميموار 512 البروسيسور دويل كور وستوكاج 4 جيجا او موان. فوالا ان شاء الله نكونوا خفاف ظل عليكم. ما تنسوش تخليونا ملاحظاتكم وتسجلونا في البواد فوكال رسائلكم باش من بعد احنا نعود ونرجع لكم بالنظر على رابط مجموعة الواتساب اللي موجود في علبة الوصف. خليكم باي باي في لمان، تقابلوا في العدد القادم ان شاء الله يوم الاربعاء. لقيتوا فتركم وتوحشتوا جو رمضان سهرية وألحان عليكم بإبساريات رمضانية. كل ليلة بعد أقل فتر من 10 إلى 11 تعليل بتوقيت تونس نجموا تلقاو فن وترب وألحان وغنام من دول عربية مختلفة. نجموا تتصلوا على صفحة الفيسبوك إبصار وإلا على الواتساب 22-361-772 مع إبساريات رمضانية ما تقعد حتى شهوة في قلوبكم. شدوا دياركم وتفرهيدة تجيكم لصغاركم وكباركم، حكاية ومعنى نصحوا إرشاد فجعة وألعاب مع القناة يوتيوب سيانس تيك S-C-I-E-N-C-E مسافة T-E-K سيانس تيك محليك. وهكا ما بقى كان نقول لكم شاهية طيبة وموعدنا نهار الأربعاء على ديما مع بعضنا.